خلينا نبدأ مباشرة مشاهدينا مع مختاراتنا لليوم، وطقس يبدو ربيعي جميل خلال الأسبوع القادم، ودرجات حرارة ستصل إلى منتصف العشرينيات. مع مهند من طقس العرب خلينا نشوف شو أحوال الطقس حتكون خلال هالأسبوع. أسبوع لمحبين فصل الربيع والتفاصيل بالمختصر، معي أنا مهند من فريق طقس العرب. الأسبوع الحالي رح يكون عكس تماما من الأسبوع الماضي، رح يكون في ارتفاعات على درجات الحرارة والأجواء رح تكون مشمسة في معظم مناطق المملكة ولطيفة في أغلب المناطق بالنهار، وأيضا ممكن توصل درجات الحرارة لمنتصف العشرينات في أغلب المناطق، وممكن توصل للثلاثينات في البحر الميت والعقبة والأغوار تحديدا مع يوم الاثنين والثلاثاء. أما فيما يخص درجات الحرارة الليلية فرح يكون أيضا في ارتفاع على هاي الدرجات، ورح تكون الأجواء مناسبة للإفطار برا وحتى لجميع الأنشطة بعد الفطور مع ليل الاثنين ويوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء بس بدنا ننبه أنه ممكن يكون في بعض الرياح النشطة تحديدا في مناطق البادية واللي ممكن أنها تثير الأتربة والغبار. نتمنى لكم أسبوع لطيف، وإذا عندكم أي أسئلة تانية اكتبوا لنا إياها بالتعليقات لحتى نجاوبكم عليها. سلام. أسبوع لمحبين فصل. إذن مشاهدينا طقس جميل ربيعي مناسب للإفطار في الخارج، سواء في البيت على التراس في مطعم، يعني إن شاء الله إنها أجواء جميلة. إذن مشاهدينا خبر حول استبدال عقوبة مرتكب جريمة اعتداء بحفظ سورة أو سور من القرآن الكريم، خبر ورد على العديد من المواقع ولاقى استحسان من المعلقين واللي قرأوا هالخبر. إذن محكمة قضت على طالب جامعي بعد إسقاط الحق الشخصي عنه بعقوبة بديلة هي تلاوة القرآن وحفظ ما تيسر منه لاعتدائه وتهديده شابا آخر. طبعا الشاب هو طالب جامعي ومعيل وحيد لأسرته، وقع ضحية تصرف طائش عندما اعتدى على أحد الأشخاص وهدده وآذاه، لكن المعتدى عليه أسقط حقه الشخصي ومعها سقط الحق العام، فقررت المحكمة أن تمنح الشاب فرصة إصلاح نفسه بعقوبة بديلة بإرساله لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لتلاوة القرآن وحفظ ما تيسر منه. هالشاب مشاهدينا اللي عمره 21 سنة وهو طالب جامعي ويعيل عائلته، يعني في لحظة غضب عصب وضرب شخص آخر اعتدى عليه، لكن شوفوا مشاهدينا المسامحة والتجاوز لما هذا الشخص أسقط حقه، أدي يعني فعلا قدم خدمة جليلة وله الأجر عليها بأنه هذا الشخص فعلا شعر بالذنب، وكانت عقوبته مش السجن لأنه هو طالب جامعي، وأكيد في لحظة غضب يعني ممكن الإنسان يغضب ويتصرف مثل هذا التصرف فلا يضيع مستقبله ولا يعني يوضع في السجن بين المجرمين. بالتالي المحكمة كمان مشكورة قضت بأنه يكون عقوبته أن يتم دمجه في المجتمع من جديد، أن يتم أن يكون في رعاية وزارة الأوقاف، يحفظ سور من القرآن الكريم، يقرأ القرآن الكريم، فبالتالي هذا السلوك اللي فعلا حيرجعه ل يعني طبيعته اللي هو خرج عنها بلحظة غضب، فبالتالي أكيد هذا سلوك جدا يقدر ويحترم سواء من المحكمة أو من وزارة الأوقاف أو من الشاب اللي أسقط حقه، ونرجو الهداية أكيد لشبابنا وربنا يسامحه ويغفر له إذا مشاهدينا، ويصلح حاله أكيد مع القرآن وأهل القرآن سينصلح حاله بإذن الله. بدنا نروح مشاهدينا للمسجد الأقصى اللي الآن بيمر بصراحة وقت عصيب، اقتحامات الصهاينة اللي بشكل يومي واللي بتتزامن مع شهر رمضان واعتكافات الاعتكاف للمعتكفين في المسجد الأقصى، ويتم إخراجهم عنوة من المصليات، وحتى يتم يعني فتح المجال للمقتحمين اللي بيجوا صباحا بحجة إنه هؤلاء ممكن إنهم يواجهوا هؤلاء صباحا، يعني بيكونوا معتكفين طول الليل وممكن يتواجهوا مع المقتحمين الصهاينة اللي بيكونوا بتواجدوا في ساحات الأقصى منذ الصباح. مشاهدينا بن غفير هذا الإرهابي أكيد اللي دائما ما يقود هو هذه الاقتحامات، وبخطابه المستفز وإجرامه يقول أنني سأقتحم المسجد الأقصى وأدعو كل اليهود لاقتحامه يوم الأربعاء القادم، فهو المكان الأهم
لإسرائيل بين هلالين ولن نتنازل عنه. إذا وزير ما يسمى بالأمن القومي المتطرف إتمار بن جفير صرح هذا التصريح مساء أمس وقال إنه المستوطنين يجب أن يقتحموا المسجد الأقصى أو يكونوا متواجدين فيه. طبعا بالتأكيد حذرت العديد من الجهات من هذه الاقتحامات ومن دعاوى لتقديم القربان وتجهيز المكان لتقديم القربان، وهؤلاء الصهاينة عم بيقدموا جوائز لمن يتجرأ ويقوم بذبح القربان في ساحة المسجد الأقصى. إذن أكيد بتطلب منا الموضوع أنه كلنا نكون ندعو لهم ونتابع أخبارهم وربنا يثبتهم وينصرهم، والتواجد المستمر أكيد للمرابطين والمصلين في المسجد الأقصى سيمنع مثل هذه السلوكيات الإجرامية. إذن مشاهدينا كمان عندنا فيديوهات أو مشاهد وثقوها الناس اللي كانوا معتكفين أو المعتكفات في المسجد الأقصى المرابطين هناك توثق عملية إخراجهم من المصلى. خلينا نتابع مع بعض هذه المشاهد. دخول مجندات لإخلاء الفتيات بالقوة، آخر فيديو يمكن يكون هذا. دخول مجندات لإخلاء إذا مشاهدينا هذه المشاهد من أمام سوق العطارين في البلدة القديمة في القدس، وهذا الشاب يوزع حلوى على وقع الأناشيد الوطنية، وشوفوا السعادة في وجوههم وهم المرابطين الصامدين، وعم يردد الأناشيد كمان مع النشيد. نعم وفل، نعم هي حلوى الوفل اللي يقدمها. يعني مشاهدينا كنا قبل هذا الفيديو نشاهد عملية إخراج وطرد المعتكفات من مصليات المسجد الأقصى، وبالتأكيد كان طالب يعني المقدسيين وأهل فلسطين أن يتم فتح باب الاعتكاف لهم طوال الشهر وليس فقط في العشر الأواخر. وهذا الطلب كان مقدم لوزارة الأوقاف الأردنية لأنها هي الوصية على المقدسات، فبنتمنى أن تتم الاستجابة، وأن على الأقل يعني نحن بعد العشر الأوائل من شهر رمضان أن يتم فتح باب الاعتكاف لأهل فلسطين والمتواجدين في المسجد الأقصى. إذن مشاهدينا هذا حول المسجد الأقصى. بدنا نروح للانفعالات في رمضان. أكيد ما فينا حدا إلا ممكن في لحظة تعب وضغط وقلق وبده يخلص انه ينفعل، وخاصة انه صايم وتعبان وجوعان وعطشان ممكن انه ينفعل. لكن شو هي الامور اللي ممكن احنا نقوم فيها حتى ما نوصل لمرحلة ان ننفجر او ننفعل، سواء كنا رجالا او نساء؟ طبعا خلينا نتابع من خلال هالعرض هذه النصائح بهذا الصدد.
إذا مشاهدينا بهالنصائح بنوصل لختام مختاراتنا لليوم، نتمنى تكون نالت إعجابكم. مع هبة الأخرس وإتيكيت ترتيب سفرة الولائم في رمضان، هبة وهي المختصة في فن الإتيكيت والذوقيات وهذه النصائح.